سؤال مهم جدا، ايه حكايه حسين الشحات مع المنتخب؟ ليس مع الجهاز الفني الحالي فقط، ولكن بقالنا فتره حسين عدد يعني عدد ماتشاتك الدوليه مش لا يليق بحسين مش عدد. الشحات مش كده؟ واهدافك الدوليه عندك كم هدف دولي؟ ما عنديش ولا هدف دولي. امر مزعلك؟ والله يا كابتن بص، يعني النقطه دي يعني مش هقول لك حابب اتكلم فيها وما اتكلمش فيها، بس هي نقطه في الاول والاخر يا كابتن. يعني منتخب مصر اي حد شرف ليه اللي هو يلبس تيشيرت منتخب مصر ويلعب باسم منتخب مصر. لكن النقطه بقى اللي هي ديت، انا يمكن في سوء توفيق، في حظ معايا، في ظلم، الله اعلم دي حاجه ما اعرفش فيها، بس انا اللي انا اكتر سوء توفيق ولا حظ ولا ظلم؟ سوء توفيق. سوء توفيق. هقول لك هي سوء توفيق. نسبه سوء التوفيق والحظ والظلم قد ايه لو قسمناها؟ هيبقى مثلا كام في المية سوء توفيق؟ مثلا 45 و10 ظلم. مش هقدر اقول لك انا مظلوم 100% في الاخر. يعني ممكن تكون ظالم؟ الله اعلم. الله اعلم. ساعات ما بتقعدش مع نفسك تقول لا انا غلطت، انا كان لازم، انا كان كده، ولا ده ممكن ما جالكش تأنيب الضمير ده؟ بس هي النقطه اللي انا بتكلم فيها بخصوص المنتخب، يعني في سوء توفيق معايا من بدري، من 2018 يا كابتن. من 2018؟ يا نهار ابيض. في عز عزك. في عز ما انا كنت احسن لاعب في الامارات ومحقق دوري وكاس رئيس الدوله حافظه الله. ما رحتش كاس العالم. معلش هتيجي. انا بكلمك في النقطه اللي هو من بدايتها، اللي هو في عز اللي انا حتى انا كنت محترف ساعتها. يعني مش هقول لك مثلا انت في مصر هنا فانت هتجيب لعيب محترف او هتجيب كذا حاجه. انا الحمد لله الفتره دي كنت راضي مع نفسي جدا جدا جدا. وكنت متوقع بس هتيجي اكيد. طبعا هتيجي ان شاء الله. اكيد ان شاء الله. فهي دي يمكن دي اكتر حاجه ممكن اكون انا اتظلمت فيها.